فعاليات الدورة التدريبية لطلاب قسم الإذاعة والتلفزيون بالمستوى الثالث الخاصة بإنتاج وإخراج الأفلام الوثائقية، والتي حضرت فيها الأستاذة حنان يوسف مخرجة أفلام وثائقية مستقلة. بعد الانتهاء من الدورة كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذة حنان يوسف. بوجه شكري لمعهد اسكندرية للإعلام وللإدارة كلها والدكتور فوزي عميد المعهد دكتور فوزي عبد الغني إن هو بيتيح فرصة للطلاب إن هم ياخدوا دورات تدريبية علشان يجهزوا نفسهم لسوق العمل. يعني مثلا في دورة إنتاج وإخراج الأفلام الوثائقية إحنا بنعد الطالب إن هو إزاي لما يخرج يشتغل بجد في سوق العمل، إزاي يكون كاتب ومنتج ومخرج أفلام وثائقية، بيتعلم عملية الإنتاج كلها، بيعدي على المراحل بتاعتها ابتداء من مرحلة ما قبل الإنتاج، مرحلة الإنتاج، مرحلة ما بعد الإنتاج، وبيقدر إن هو يطور رؤية تحليلية للفيلم. يعني مش بس خلاص بيتفرج على الفيلم زيه زي أي مشاهد عادي، لا، ده بيقدر إن هو ينقد الفيلم ويحلله بناء على لغة الفيلم وإزاي الفيلم بيوصل القصة بتاعته. في مشاركات، يعني الطلاب بتشارك بصورة إيجابية، وأنا بثني على فعلا المجهود بتاعهم ومجهود المنظمين، وبشكر تاني معهد اسكندرية للعالي الإعلام. شكرا. وعن رأي الطلاب في دورة إنتاج وإخراج الأفلام الوثائقية كان لنا هذه اللقاءات. هل استفدت من دورة الإنتاج والبرامج الوثائقية ولا؟ أكيد طبعا استفدت، واستفدت كتير جدا. قولينا إيه اللي استفدتي؟ استفدت يعني ايه اعمل فيلم وثائقي. ماشي، استفدت ان انا ادي الفيلم اللي قدامي ان وقت ان انا اتفرج عليه، لان انا اصلا واحده من النوع ما كنتش بحب الافلام الوثائقيه، وكان بالنسبه لي نوع من انواع الملل. واستفدت ان ده طبعا ممكن يرجع للمخرج، استفدت ان انا اكون مخرج ومنتج، استفدت فيها حاجات كتير جدا. طيب شايفه سلبيات في الدوره ولا لا؟ بالنسبه لي انا مش شايفه فيها اي سلبيات. صراحه الدوره كانت كويسه جدا ومدتها كانت حلوه، 3 ايام يعني كفت ووفت كده بصراحه، وكان في حاجات صراحه كتير ما كنتش عارفها فيها، بس هي المشكله ان هي معاده جد بعد مشاريع التخرج، ان هي لو كان كطلاب ثالثه يعني بصراحه لا كانت كويسه. طب ايه الاساليب اللي شفتها كويسه والايجابيه والسلبيه ايه اللي هم؟ دكتورة حنان بصراحة كانت بتسيب لنا وقت ان احنا نشارك معاها كتير يعني نتكلم عملي اكتر ونشرح افكارنا، ودي كانت حاجة كويسة بصراحة في الدورة. يعني ايه الإيجابية السلبية بقى؟ لا ما شفتش حاجة سلبية بصراحة. تعلمت ازاي اصور افلام وثائقية وازاي انتجها وازاي اخرجها وازاي بتتم الافلام الوثائقية اصلا من الاساس، وتعلمت يعني ازاي فكرة انتاج البرنامج الوثائقي كله على بعض، ما كنتش اعرف عنها اي حاجة، وعرفت ان البرنامج الوثائقي ده اصلا منقسم لكذا جزء. انا كنت احسبه يعني فيلم وثائقي عادي مجرد مثلا زي بنشوفه على نشرك جيوغرافيك، بس طلع لا حاجة مختلفة، وفعلا استفدت من الدورة وحاجة كويسة جدا يعني. طب هل شايف في سلبيات في الدورة ولا لا؟ يعني من وجهة نظر انا لا، لان انا بالنسبة لي كانت الايجابيات ان انا اتعلمت اصلا يعني ايه فيلم وثائقي من بداية تصويره لحد انتاجه واخراجه، لكن بالنسبة لي شفتش اي عيوب فيه. والله انا استفدت حاجات كتير قوي منها، ان انا عرفت حاجات انا ما كنتش عارفاها، ما كنتش عارفة حاجات عن الاخراج، حاجات عن الانتاج. استفدت ان انا اسرح بخيالي، اعرف ان انا لما اجي اتفرج على فيلم اتفرجش من نظرة مشاهد، لا بالعكس، ده انا اعرف ازاي طلعوا الفيلم ده، صوروا ازاي، عملوا كل ده ازاي. طب شايفة في سلبيات في الدورة ولا لا؟ والله هو ما فيش سلبيات، بس الطلاب عامة يعني ما فيش حد بيشكر في حاجة. طيب ايجابياتك بقى هي ايه؟
إيجابيات الدورة إن أنا بقى ليا نظرة في المجتمع وفي القسم بتاعي نظرة تانية. كقسم إذاعة وتلفزيون أنا كنت مفكرة إن أنا لازم أخد كورسات بتكلفات مهولة وكده، بالعكس المعهد وفر لنا الحاجات دي بسعر أقل وحاجات كويسة كده. كانت معكم أسرقة جويلي من معهد الإسكندرية العالي للإعلام.